السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سوف أشارك معك استراتيجية أو أشارك معك طريقتي أنا في صنع ما يسمى بالبورتفوليو. إذا كنت تود أن تشتغل في مجال معين، العمل أو الشغل بشكل عام، فأنت تحتاج إلى خبرة، والخبرة تكسبها عن طريق العمل. وهناك نوع من المتاهة أو نوع من الدائرة، حلقة عمل نحتاج إلى خبرة، ولكي نحتاج إلى خبرة فنحن نحتاج إلى عمل. هناك حيل، هناك طرق يمكنك القيام بها لكي تكسر وتحطم وتخرج من الدائرة المقفلة أو المغلقة، وهو عن طريق صناعة ما يسمى بورتفوليو. وهناك مجموعة من الطرق، مجموعة من الحيل، أنا سوف أشارك معك طريقة. دخلت عالم التصوير أو الفوتوغرافي تقريبا سنة تقريبا، اشتريت كاميرا وبديت أحصل وأقوم بالتصوير. فبعد ما كسبت نوع من التجربة فحبيت أنه أحصل على شغل، لكن المشكلة كيف أحصل على شغل وأنا ليس لدي خبرة. وسوف أعطيكم مثال وأعطيكم دليل. شاهد معي هنا هذا الإيميل، هذا لن شاهد معي هنا من هذا الشخص. حصلت على ما يقارب 125 دولار كندي، تقريبا اشتغلت لمدة 3 ساعات أو ساعتين مقابل تغطية حفل لأحد المؤسسات أو أحد الشركات هنا بكندا، وحصلت على 125 دولار كندي، مع العلم أنني لست بمصور محترف وليس لدي خبرة طويلة، وكل ما لدي هو كعندي هذا الشيء. هذا حسابي على منصة انستغرام. إذا دخلت على حساب منصة انستغرام سوف تجد مجموعة من الصور، كل هذه الصور أغلب هذه الصور تم توليدها بما يسمى بالذكاء الاصطناعي أو الـ AI، منصة بالضبط منصة ميد جورني. وأنا ما أقوم به بشكل دوري هو أنه بنيت حساب منصة انستغرام بهذا الشكل، وهذا الحساب عليه مجموعة من الصور أستخدمها باستخدام الذكاء. أعطيك مثال ديسكورد، يمكن أن أتوقف الصوت لأنه أوكي. شاهد معي كل هذه الصور في عندي السيرفر الخاص بي أنا مربوط بالميد جورني، وأقوم بتوليد الصور، وهذه الصور أختار أجمل الصور وأقوم برفعها على هذا الشكل. أعطيكم هنا، أقوم برفعها بشكل دوري بشكل يومي أو بشكل مستمر على منصة انستغرام، وبين الحين والآخر أقوم بصور التقاط صور لفعاليات واحتفالات. ولما يكون هناك عرض عمل ولما يكون هناك فرصة أقوم بمراسلة الشركة وأعطيهم حسابي وأريهم الصور وأقول لهم أنا هذه العمل التي أقوم بها، أود أن أقوم بالعمل الخاص بكم، أود تنفيذ المهمة. وكما شاهدت معي 125 دولار على بريدي الخاص حصلت عليها. كان هناك مشكل في الدفع لأنه أعطيتهم حساب بنكي في غلط، ارتكبت لا أنتبه، ولكن لاحقا حصلت على المبلغ 125 دولار. هذا واحد من مجموعة من الشركات التي اشتغل معها، مع العلم أنني لست بمصور محترف، مع العلم أنني لست لدي خبرة طويلة، وكل ما أقوم به هو أنه أستخدم التقنيات الحديثة في بناء ما يسمى بالبورتفوليو. أنا أنصح أنك تستخدم التقنيات الحديثة، حاول أن تبحث عن البدائل، عن طرق يمكنك استخدامها لكي تبني ما يسمى بالبورتفوليو. البورتفوليو قد يكون حساب منصة إنستغرام، قد يكون مثلا موقع، تك مثلا مستر أيت مثلا، هذا هو الموقع أو المدونة الخاصة به، هذه فقط للشروحات، وأيضا أستخدمها لأغراض أخرى لأنه هناك صفحات ليست مشاركة مع المتابعين. وبين الحين والآخر أشارك هذا الموقع مع الناس، مع الشركات، مع بعض المؤسسات، مع بعض الأفراد حتى أعرف بنفسي، وهذا يكون عبارة عن بورتفوليو، هذا يكون عبارة عن خبرة. فأنا إذا كنت تود أن تشتغل مع الشركة مثلا كمسوق أو كمثلا أي وظيفة أي كان، فحاول أن تفكر بهذه الطريقة، حاول أن تستخدم هذه الطرق، حاول تستخدم هذه الألعاب وهذه الخدع لكي تحصل على خبرة ويكون عندك خبرة ويكون عندك بورتفوليو. بورتفوليو لا أعرف ماذا يقصد بالبورتفوليو باللغة العربية. ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حاليا اليوم حل الكثير من المشاكل، وأنا أستخدمه بشكل يومي. هذا البرنامج يمكنك تسجيل فيه، المواطن يعطيك في البداية ببلاش، لكن سوف تحتاج لدفع المال لكي تستخدم البرنامج، وأنا أعتمد 90% على هذا البرنامج. سوف تجد رابط التسجيل في الوصف.
ويمكنك توليد حساب منصه حساب على منصه انستغرام، على لينكدين، ريديت، الى ما غير ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنشر بشكل يومي بشكل دوري بين الحين والاخر، تنشر صور، تنشر فيديوهات، حتى تكون عندك ما يسمى البورتفوليو. والشخص اذا اراد توظيفك كل ما عليه يدخل الى حسابك ويلقي نظر على الصور، وسوف يكون عنده فكرة وقد يقوم بتوظيفك. وأنت تذهب إلى وظيفة، إذا قمت بتنفيذ العمل جيد، إذا لم تقم بتنفيذ العمل سوف يتم طردك. وهذا ليس بمشكل، لأنه على الأقل تكون عندك فكرة وتكون عندك خبرة. كان معكم منصف طريقة، شرحت معكم هذا الفيديو الخفيف والظريف، كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي، كيف تستخدم التقنية الحديثة في لكي تكسر حاجز أو عائق الخبرة وعائق البورتفوليو. إذا عندكم استفسار اكتبوا في التعليقات، وبالتوفيق إن شاء الله.